عارف انت الواحد لما يقرب من اللي يحبه بيحس الدنيا بتضحك له عماله بتشده على كل جميل على فرحة ساعتها بتتجدد له فعنيه الدنيا بتحلى والجو لايق له لما اقرب ناس تلاقيها حواليك لما بتندهها لما بنفهم بعض من غير ولا كلمة نقولها لما تلاقي ان لما الخير ده هو سببها هتحب التفاصيل وتعيش الثانية بثانيتها متجمعين متجمعين عالمرة قبل الحلوة وواقفين وفي حياة بعض احنا البعض دايما لبعض مكملين متجمعين متجمعين نادي متجمعين في الخير شركة الدولية للتطوير العقاري ومؤسسة 180 درجة للأعمال الخيرية عاملين مطبخ الخير في ريجنز بارك وبمساعدتكم الخير هيوصل للكل.